مشاهدينا بالحياة في أشخاص مغمورين، رغم أنه هدول الأشخاص بيمتلكوا مواهب مميزة، يمكن لو انشغل على هيدي المواهب وانصقلت كان لهم اسم لامع بالحياة، ولكن يمكن الحظ ما يكون حالفهم أو يمكن هني ما عرفوا يحطوا رجلهم بالطريق الصحيح. على كل حال بالاستوديو نحن معنا ضيف، هيدا الضيف عنده موهبة بالعزف والغناء، رغم عمره الخمسيني هو ما زال يدندن ويغني بقعداته وجلساته مع أصدقائه وأحبابه. نحن عم نحكي عن السيد حسين فاضل. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك. نورتنا. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك عم أبو علي. نورتنا. نور ويعني اليوم رح نغني مع المشاهدين لنسمع هيدا العزف وهيدا الصوت الجميل. قبل ما نبلش شي، شو حابب تسمعنا؟ حاسب في موال حلو هيك بضل ببالي لوديع الصافي، اذا بتحبوا تسمعوا. تفضل تفضل. كواكب نور نجدينك يهل لون مثل قطر الندى دموع عيني، يهل لون كواكب نور نجدينك يهلون مثل قطر الندى دموعي، يهلون لك دخيلو دخيلو الخلق حسنك يهلون، يلي بسحر وجننا قول الحباي يا باي يا باي يا باي يا باي. يمينك يمينك عالوفا كنتي تحلفيه انك قلب محبوبك تحلفيه، يمينك يمينك عالوفا كنتي تحلفين انك قلب محبوبك تحلفين، قلبي مصايب الدنيا تحلفين، يا حبيبي نسكر بوج البواي يا باي يا باي يا باي. الله حلو. الله يا عم ابو علي، يسلم هالصوت. يعني ابو علي انت متمكن، عندك الصوت، عندك الخامه، عندك القدره على العزف بطريقه سلسه مقنعه، يعني ليش ما عم نشوف ابو علي؟ ليش ما عم نشوف ابو علي؟ جو ابو علي مانو موجود. مانو موجود هلا في جو دون، لكن في حالات يمكن مع الاصدقاء، في حالات خاصه مع قعدات خاصه مع الاصدقاء موجود دائما دائما. اما هذا الجو الموجود بالمطاعم وهذا السرعات هاي ما جونا، طبعا يمكن ما فيني اقعد فيها كمان صعب. واضح ابو علي، واضح تاثرك بالجيل القديم وديع القامات العملاقه. صحيح، هدول الناس ما بينسوا، فهدول هذا الاستاذ لمع وظهر وما بيظهر ثاني مره. ما بعتقد ينوجد استاذ مثل وديع الصافي بهالقامه هي بهالصوت
بهالحنيه بهالمدرسه الكبيره يعني. صحيح. فانا طبعا بعتذر بغني له، ممكن في اخطاء، ممكن في شغلات، فبعتذر منه ومن العائله اذا في شيء غلط او شيء بلاحظوا علينا. أطلبنا والله يا عم ابو علي. هلا رحنا ما رح نحكي كثير، احنا رح نسمع. تفضل. انا حابه اطلب من العم ابو علي طلب ريم موال كمان لوديع الصافي. طلوا حبابنا، طلوا. خلي لبعدين ولا لا؟ كنت وحدي بهالمسا بالبيت، قاعد لحالي راجع حساب عسراج صار مخلص من الزي. مين عم بيدق عبابي؟ سألت حالي قبل ما رديت. صرت استعرض صور اصحاب مروا على قلبي بزمان الحب. من غير وعي صفيت حد الباب تفتحوا ما كان عندي قلب. الباب عندي دق، القلب عندي دق، ايد عم ترجف بلا اسباب. نص شقة بابنا شقين، وجمدت لما شفت وجه الضيف والحكي تخرسن على لساني. مكان ضيفي خصم حامل سيف، ولبينا في طور إنساني. وجمدت لما شفت وجه الضيف والحكي تخرسن على لساني. مكان ضيفي خصم حامل سيف، لبينا في طار الإنسان. كان محبوب الحبيب الباني وحب الغريب، كلمة جفا فلتت عن لساني. لوين راجع بعد ما فليت؟ ورغرغوا عيونه بدمعات الندم وقال سامحني. ما عاد تصدم قلب أكتر من صدم. معليش معليش سامحني. ورغرغوا عيونه بدمعات الندم وقال سامحني. ما تصدم قلب
أكتر من صدم معليش معليش سامحني أنا عمري على غيابك أنا عمري على غيابك جحيم وندم أنا عمري على غيابك جحيم وندم من نار من نار من نار من نار ريحني أنا جيت غسل داي بدموع الندم ودفعت الفر على البعد وتربي قلبي الحبيب مهما قسي بضل يتذكر ليالي حبيبه الماضي نظرة عتب لا أكتر ولا أقل بترجى قلوب الحبايب راضي